كان أحد الأشخاص ألدغا في الراء، أي لا ينطقه بسهولة. قد اعتاد أن يجلس في مجلس الخليفة، وكان شهيرا بقوة لغته وعظيم حجته. وذات يوم أراد بعض حساده أن يضعوه موضع الحرج، فقالوا للخليفة: لما لا نجعله ينشر خبرا حاكوه له، بحيث لم تخلو كلمة منه من حرف الراء. لقد قالوا له: أمر أمير الأمراء وزير الوزراء بحفر بئر في الصحراء ليشرب منه الشارد والوارد. وفي بديهة وذكاء أعاد الرجل الجملة دون ذكر حرف الراء، فقال: حكم حكيم الحكماء على نديم الندماء بشق جب في البيداء ليسقى منه الغادي والبادي، فدهش منه حاسدوه وازداد قدرا عند الأمير. أودع رجل عقدا ثمينا أمانة عند عطار، فلما طلب الرجل العقد من العطار أنكر العطار، فشكاه الرجل إلى الخليفة العباسي عضد الدولة. فقال له الخليفة: اذهب واقعد أمام دكان العطار ولا تكلمه، وافعل ذلك 3 أيام، وفي اليوم الرابع سأمر عليك أنا وبعض رجالي، وسأنزل عن فرسي وأسلم عليك، فرد علي السلام وأنت جالس، وإذا سألتك سؤالا أجب علي ولا تزد شيئا، وإذا انصرفت ذكر العطار بالعقد. وفي اليوم الرابع مر الخليفة على الرجل ونزل عن فرسه وسلم عليه وقال له: لم أرك من مدة يا هذا. فقال الرجل: سأمر عليك قريبا إن شاء الله. فلما انصرف الخليفة انطلق العطار إلى الرجل فورا وقال له: صف لي العقد الذي تتحدث عنه. فوصفه الرجل، فقام العطار وفتش عنه في كل مكان، ثم أحضره واعتذر للرجل وذهب به إلى الخليفة. فقال له الخليفة: ها قد رددنا عليك عقدك. ثم أمر الخليفة بسجن العطار. يحكى أن ملكا رأى فيما يرى النائم أن جميع أسنانه سقطت أمام عينيه وهو ينظر إليها. طلب الملك من أحد المفسرين تأويل رؤياه، فقال له المفسر: سيموت كل أقاربك أمام عينيك. فغضب الملك غضبا شديدا وأمر بحبس المفسر، وطلب مفسرا آخر. فلما حضر بين يديه وقص عليه رؤياه قال المفسر: أيها الملك، سيموت جميع أهلك أمامك. غضب الملك غضبا أشد من غضبه الأول، وطلب من حاجبه أن يضع المفسر في السجن مع المفسر الأول. ما إن سكت الغضب عن الملك حتى طلب مفسرا ثالثا. فلما حضر بين يدي الملك وقص عليه رؤياه ابتسم المفسر وقال: رأيت خيرا أيها الملك، ستكون أطول أهلك عمرا. العبرة: هناك من يقول نصف الكوب فارغ، وهناك من يقول نصف الكوب ممتلئ. النتيجة واحدة من حيث المضمون، ولكن المسافة شاسعة بين أسلوب وأسلوب. من ذكاء الرد أنه لما دخل الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان البصرة رأى إياس بن معاوية وهو صبي، وخلفه 4 من القراء وإياس يقدمهم. فقال عبد الملك: أما فيكم شيخ يقدمكم غير هذا الصغير؟ ثم قال له: كم سنك؟ فقال إياس في ذكاء: سنه يا سن أسامة بن زيد حين ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيه أبو بكر وعمر. فقال: تقدم بارك الله فيك. كان هارون الرشيد يتجول مع أصحابه وحاشيته في بستان أطراف بغداد، فسمعوا صوت طفل يقرأ القرآن بصوت جميل، وقد كان جالسا تحت ظل شجرة. وعندما انتهى أعطاه هارون دينارا ذهبيا، فرفضه الطفل بشدة. فقال هارون: لماذا لا تقبله؟ فقال الطفل: أخاف يا مولاي أن أقبله فتضربني أمي بشدة وتقول لي: من أين لك بهذا الدينار؟ فقال هارون: قل لها أعطاني الخليفة. فقال الطفل: وكيف تصدقني؟ تقول لي: إن الخليفة كريم وطيب جدا ولا يعطي دينارا واحدا. فضحك هارون من دهائه وناوله كيسا مملوءا بالدنانير الذهبية وأهداه فرسا.